السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاجين ديال البصله والزبيب. كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف، كيجي معسل وديك المريقه ديالو خاطره. كنتمنى فعلا تجربوه لانه كيستحق تجربه. عندي هنايا دجاجه اللي غسلتها مزيان بالماء والملحه والحامض وسكين جبير. انا استعملت دجاج الكروازي قريب للدجاج البلدي. الا ما كانش كتستعملوا غير الدجاج الرومي نفس الطريقه. كناخذ واحد الاناء كبير اللي غادي نخلط فيه الشرموله ديالي. كندير فيها واحد راس معلقه صغيره ديال البزار، دابا غادي نزيد معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير. هاد المعلقه اللي استعملت ماشي كبيره بزاف، راه غير متوسطه. كنديروا معلقه صغيره ممسوحه، يعني ماشي عامره بزاف، ومعلقه صغيره نفس القياس ديال الخرقوم البلدي. العطريه ديالي دابا غنزيد عليها واحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. ربع معلقه صغيره ديال الملحه او شويه ديال الملحه حسب الذوق. وغادي نضيف نص معلقه صغيره من معجون الثوم اللي سبق لي وحضرته معكم. غادي نخلط هاد العطريه ديالي كامله بواحد ربع كاس ديال الماء. خدت الدجاج ديالي اللي قطعته الطراف وكنغطسو في هذيك العطريه وندوزو فيها مزيان. الا كان عندكم الوقت كديروا في هذه العطريه هذه وتتخليوه كتغطيوه من الفوق، خليوه في الثلاجه واحد ساعه حتى لساعتين عاد طيبوه. انايا بالنسبه لي انا استعملت دجاج كروازي، فهو بحال الدجاج البلدي كيبغي يطيب شويه. ما غاديش نديرو من الاول في الطاجين، غادي نديرو في الكوكوط في الاول حتى يطيب نص طيبه او يطيب طياب كامل، عاد غادي نديرو في الطاجين. كناخذ الكوكوط كندير فيها ربع كاس خليط ما بين زيت العود وزيت الروميه، بصله وحده مشلضه، وكنحط الطرف ديال الدجاج ديالي اللي شرملته. وإلا كنتو استعملتو الدجاج الدجاج الرومي كديروا هادشي مباشره في الطاجين، ما تحتاجوش انكم تطيبوا في الكوكوط عاد تردوه في الطاجين. بما ان هاد اللحم انا كياخذ الوقت، الا دوزو في الطاجين ما غاديش يطيب ليا دغيا. داكشي علاش غادي نسد عليه في الكوكوط حتى يطيب، عاد غادي نردو للطاجين ونزيد فوق منه البصله والزبيب. هنايا كنديرو فوق البوطه كيتشحر واحد شويه، مره مره كنحركو. نفس الطريقه كديروها الا درتوه في الطاجين وكان دجاج رومي، حيت هو دغيا كيطيب ما يحتاجش هادشي كامل. غادي نبقى نحرك فيه حتى كيتشحر مزيان، ومن بعد كنروي عليه بواحد ايطرو ديال الماء اللي تيكون سخون. طياب كنرويو بالماء اللي تيكون سخون باش هذيك المريقه وداك الدجاج ما كيجيش باسل. دابا نسد عليه وندير الصفاره ونخليه واحد ساعه او نص ساعه حتى كيطيب مزيان، وكتختار هذيك المريقه وغادي نطفي عليه. هنا وجدت واحد ربعه الحبات او ثلاثه ديال البصله البيضاء اللي قطعتها على شكل شرائح بهذا الشكل هذا، وزلافه صغيره ديال الزبيب اللي غسلته مزيان ونقيته. الدجاج بعد ما طاب وديك المريقه ولات خاضره ولات قليله كطفيت عليه. شتو معايا راه طاب مزيان حتى ولا فتي. كندير هذيك الحديده فوق من الفرن وكنحط عليها الطاجين. دابا غادي نهز هذاك الدجاج كامل اللي طيبته في الكوكوط وغادي نردو للطاجين. كنخوي فوق منو هذيك المرقه اللي كتبقى عندي في الكوكوط. اما الا درتو دجاج رومي فما غاديش تحتاجوا ديروا هادشي كامل، كديروا الدجاج ديالكم كتشحروه في الطاجين حتى كيتشحر مزيان بعد ديك البصله الاولى اللي شلضنا، ومن بعد كديروا فوق منو البصله البيضاء اللي قطعتها شرائح، ومن بعد كديروا الزبيب
صافي، وكديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه وشويه ديال السكر، وكتسدوه عليه كتخليوه يطيب، وكطيبوه بلا ما، لان الدجاج الرومي يحتاج انني نديروا ليه الماء، هو كيطلق الماء مع ديك البصله غادي يطيب غير في داك الماء ديالو. بالنسبه لهاد الدجاج هذا لا، ضروري نرويو عليه ونطيبوه نص طيبه في الكوكوط، عاد كنديروه في الطاجين. بعد ما استفت الدجاج ديالي في الطاجين، كندير عليه البصله اللي قطعتها شرائح، من بعد كتزيد عليه زلافه ديال الزبيب اللي غسلته مزيان ونقيته، والبوطاره كتكون ناقصه مهيله بزاف، ما خصهاش تكون مجهده. نرشب شويه ديال الملحه، هذيك البصله حيت ما درتش ليها الملحه، وغادي نرشب شويه ديال سنيده، سكر سنيده، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده او معلقه صغيره، وشويه ديال القرفه، واحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه، كنرشو بها مزيان هذيك البصله وهذيك وداك الزبيب باش كيجيو معسلين. وغادي نسد عليه الطاجين ديالي بعد ما كملته، غنسد عليه ونخليه كيطيب، والنار كتكون ناقصه بزاف مهيله باش هذيك البصله كتزيد تطلق الماء ديالها، وكيطيب غير في هذاك الماء اللي غادي يطلق، وكنت كتجي معسله وواقفه في المرقه ديالها. ملي كتطلق هذيك البصله المريقه ديالها، كنهزوها بالمعلقه وكنكبوها فوق منها باش ما تبقاش لينا ديك البصله بيضه، باش كتشرب هذاك المرق. والى في حاله الى لاحظت الطاجين ديالكم منشف، ممكن تضيفوا شويه ديال الماء سخون. غادي نسد عليه وغادي نخليه يكمل الطياب ديالو، النار كتكون مهيله بزاف، الدجاج راه طاب، غير هذيك البصله اللي خصها تطيب يعني تعسل مزيان. دابا غندوز نشارك معكم واحد العصير بدون خلاط كهربائي، منعش وليد بزاف هاد الحراره. عندي الخيار اللي قشرته وحيد له الزريعه، كندخل واحد المعلقه الوسط، كنحيدو هذيك الزريعه اللي كتحيد بسهوله، بعد كنحكو في الحكاكه اللي كتكون رقيقه. بعد ما حكيت الخيار ديالي، غادي نزيد عليه واحد اطرو ديال عصير البرتقال، البرتقال الطري اللي عصرته. هنايا من الاحسن تستعملوا شي برتقال يكون حلو باش ما تحتاجوش انكم تضيفوا السكر، والسكر كيبقى حسب الذوق، تقدروا تضيفوا ديك المعلقه وجوج، ولا تقدروا تستغناو عليها، لان المذاق ديال الخيار مع الليمون اصلا كيتواساو وكيجي زوين بزاف. هنا غنزيد الليمون وغادي نخلط صافي، ومن بعد غنديرها غنخليها في هاد السوبيره ونغطيها، اولا كنديرها في القرعه، كنعاود نردها لديك القرعه وكنحتفظ بها في الثلاجه حتى كنبغي نقدمو، كيجي منعش ولذيذ بزاف. العصير ديالي اللي وجدت عطاني هاد الكميه هادي، عطاني قرعه وواحد الكاس عامر، كيجي هائل جدا، لذيذ بزاف، منعش. وهنايا الطاجين حتى هو كيجي من اروع ما يكون، كنتمنى تجربوه بعد ما طاب مزيان وديك المريقه ولات خاطره وديك البصله تعسلات. نقدموه بصحه وراحه، كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، الى عجبكم متنساوش تخليو ليا جيم وتشتركوا معايا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.